ثلاثة أشهر مرت على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، لكن حتى اللحظة لم يتم تنفيذه، حتى ذهب البعض إلى أن السعودية التي ترعى الاتفاق غير قادرة على فرض تنفيذه. أهلا بكم. في حين كانت المؤشرات قبل فترة تقول إن الاتفاق في طريقه للتنفيذ، عادت تحركات المجلس الانتقالي في سقطرة وشبوة لتؤكد أن الاتفاق لن يرى النور قريبا، خاصة بانعدام إنجاز تقدم حقيقي في عدن. يقول البعض إن مهمة الاتفاق كانت بالأساس إيقاف التحركات الحكومية لاستعادة العاصمة المؤقتة وإخراج الميليشيات المدعومة من أبوظبي منها، وبالتالي فلا مصلحة حقيقية للرياض في عودة الشرعية إلى عدن واستعادة الوضع الطبيعي في المحافظات الجنوبية. من جهة أخرى يرى هؤلاء أن السعودية راعية الاتفاق لا تمتلك القدرة فعلا على تنفيذه، إذ لا سلطة لها على الجماعات الموالية لأبوظبي، وكل ما تستطيع فعله هو مزيد من الضغط على الحكومة الشرعية والذي وصل حده الأقصى بحسبهم. فريق آخر لا يعطي الجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق أهمية، إذ أن المشاكل على الأرض بالنسبة له أكثر تعقيدا، وبالتالي فإن التأخير في تنفيذ الاتفاق لا يعني أنه قد فشل كما يرى هؤلاء. وبالاستناد إلى تصريحات قائد القوة السعودية في عدن عن استخدام القوة لفرض الاتفاق، يؤكدون أن السعودية تتمتع بالقدرة على الوصول بالاتفاق إلى النهاية، وأنها لن تسمح بالفشل لأن ذلك يضع شرعية تدخلها في اليمن على المحك. للنقاش سيكون معنا الصحفي عبد العزيز المجيدي، ومن الرياض الصحفي سلمان عسكر. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكما السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد عسكر. إذن ثلاثة أشهر منذ توقيع اتفاق الرياض، ما الذي يمنع تنفيذه؟ في البداية حييك عزيزي، حيي السادة المشاهدين، أهلا بك، حيي ضيفك. طبعا أنا من أبها، في أبها، أحدثك الآن من مدينة أبها جنوب. أهلا بك حيث أنت عزيزي. الاتفاق يعني الذي تم بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في 5 نوفمبر 2019 كان أو أتى اتفاق مصالحة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي إثر قيام خلافات في جنوب اليمن. أنا بصراحة أتفق مع الذين يذهبون إلى أن اتفاق الرياض لا يزال تطبيقه متأخر ولكن ليس فاشلا، هذا جانب لا بد أن نشير له بعد قليل. الجانب الآخر يا عزيزي، وهو عدم قدرة أو ضعف أو فشل بمعنى أصح بعض وزراء الشرعية. عندما أعود لك على البند الأول يا سيدي، فلا بد أن نعلم أن اتفاق الرياض تم وفق بنود، وتم تفعيل يعني دور كافة السلطات ومؤسسة الدولة اليمنية لإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت كيانة وزارة الدفاع، بدلا من العشوائية والانفجارية التي كانت عليها من قبل، إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، الالتزام أيضا بحقوق المواطنة الكاملة التي تضمن لكافة أبناء الشعب اليمني الشراكة في السلطة دون تمييز عنصري أو تفرقة. أما عندما أذهب إليك إلى الجانب الآخر ببعض الوزراء، فأنا أقولها وأنا أثق ما أقول، هناك وزراء في الحكومة الشرعية لا يزالون ينهبون المساعدات أنفسهم. هؤلاء الوزراء، هؤلاء الوزراء استغلوا مواد الإغاثة التي تقدم سواء من الدول المانحة أو من المملكة العربية السعودية أو من دولة الإمارات العربية المتحدة لمنافعهم الخاصة ومصالحهم الشخصية، وهنا مشكلة ومعضلة كبيرة جدا، حيث أن البعض من هؤلاء الوزراء، ولا أريد أن أشير إلى الأسماء، حول المواد الإغاثية إلى جيبه الخاص أو بمعنى أصح كيسه الخاص وتناسى المستحقين. إضافة إلى ذلك، لازال هناك وزراء سيدي خارج الفورمة، يعني لما نذهب لوزير الداخلية اليمني الميسري، الرجل خارج الإطار الشرعية تماما. ثم كذلك أيضا صالح الجبواني وزير النقل، لا نعلم ما هي
ماذا يدور في رؤوس هؤلاء وإلى أين يتجهون؟ فلذا كيف نريد أن ينجح اتفاق الرياض؟ أو كيف نريد أن تنجح الحكومة الشرعية وهي حتى الآن غير قادرة على التحكم والسيطرة في وزرائها؟ أنا لا أعلم حتى هذه اللحظة رئيس مجلس الوزراء عبد المعين أو معين يعني ما هو دوره وأين هو، وهل يعقد جلسات الوزراء وأين تعقد جلسات الوزراء، وكم الذين يحضرون لهذه الجلسات؟ هل هو طاقم الفريق الوزاري كاملا أم هو اثنين أو ثلاثة، أم أن ليس هناك عقد جلسات وزراء؟ يا أخي لابد أن نتكلم بالواقع والحقيقة. لدى لدى الشرعية مشكلة للأسف يجب أن تعالجها، ولكن طيب تذهب إلى إذا أن تحمل الشرعية مشكلة عدم تنفيذ أو سبب مسؤولية عدم تنفيذ اتفاق الرياض. دعني أسأل ضيفي الآخر السيد عبد العزيز المجيدي. سيد المجيدي، يعني 3 أشهر منذ توقيع اتفاق الرياض، من وجهة نظرك ما الذي يمنع تنفيذه إلى الآن؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. السؤال أعتقد أنه يجب أن يصاغ بطريقة أخرى، وهو لماذا أصلا جاء اتفاق الرياض؟ اتفاق الرياض جاء في أعقاب انقلاب دبرته الإمارات العربية المتحدة، مساندة ميليشيات المجلس الانتقالي ودعمتها بالأسلحة. وزير الداخلية أحمد الميسري قال بأن هناك 400 مدرعة تدخلت من أجل تقويض الشرعية وضربها والانقلاب عليها في عدن والسيطرة على الأوضاع هناك. هذه المسألة حدثت في ظل صمت كامل من قبل المملكة العربية السعودية، بل إن العتاد العسكري السعودي توقف على مشارف محافظة عدن، وكانت هناك تجهيزات ضخمة لا أحد يدري أين تبخرت في ذلك الوقت، ولكنها تأخرت حتى تم الانقضاض على السلطة الشرعية وتصفيتها من عدن، ثم بعد ذلك دخلت إلى مقر التحالف، وبعد ذلك أيضا لاحقا لا أحد يعلم أين ذهب ذلك العتاد. الحديث الآن فقط لمجرد بعد 3 أشهر عن الشرعية بأن وعن الوزراء الشرعية الذين ينهبون المساعدات، أنا لا أدري ما دخل المساعدات التي يتحدث عنها ضيفك بتنفيذ اتفاق رعاية المملكة العربية السعودية، وهي المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق. الاتفاق يتحدث بشكل واضح ومزمن عن خطوات عملية، رغم أنه ساوى بين الحكومة الشرعية التي جاءت المملكة العربية السعودية لمساندتها وتحت شرعيتها أيضا، والوجود السعودي والإماراتي وتحت شرعية الرئيس عبد الرب المنصر هادي، وليس تحت شرعية المجلس الانتقالي حتى يتم مساواة المجلس الانتقالي والشرعية. وبالتالي رغم ذلك ورغم توقيع الاتفاق والمساواة بين الطرفين، أخفقت السعودية في تنفيذ الاتفاق، وفي الواقع لا أحد يستطيع أن يجزم بشكل تام إذا ما كان إخفاقا أم أنه عمل متعمد من قبل المملكة العربية السعودية، لأن السبب الرئيسي الذي قاد إلى هذه النتائج هو الانقلاب، والانقلاب تم برعاية المملكة العربية السعودية. كانت القوات السعودية هي آخر من غادر قصر المعاشيق، وكانت في نفس الوقت تسلم قصر المعاشيق لقوات المجلس الانتقالي. وبالتالي من أراد تنفيذ الانقلاب في عدن وإعادة ترتيب أوضاع الشرعية وربما إعادة رسم ملامح مراكز السيطرة في المحافظات الجنوبية وتقويض والحد من سلطات الشرعية، هو بالتالي من يتحكم بمسألة تنفيذ الاتفاق والضغط على الأطراف، تحديدا الأطراف المعرقلة على تنفيذ الاتفاق قصرها باتجاه التسليم بعملية التنفيذ للاتفاق، رغم أن الاتفاق في النهاية كما قلنا عمليا ساوى بين السلطة الشرعية وبين المجلس الانتقالي، وأصبح الأطراف الذين يعني تسببوا بإنتاج هذا الوضع يلقون بالمسؤولية يمينا وشمالا، وهم يدركون تماما بأن هناك تحركات تقوم بها أطراف مدعومة ولا من طرف محدد في التحالف العربي. والسعودية لا تجرؤ على الإشارة بشكل واضح إلى الإمارات العربية المتحدة باعتبارها تلعب في هذه المساحة وحولت كثير من المناطق إلى مساحة فوضى، وليس ببعيد ما يحدث في شبوة وسوق قطر. السعودية تحولت إلى لاعب وسيط، وبالقدر الذي ضيفك يسأل عن مسؤولية السلطة الشرعية والحكومة الشرعية حيال الوزراء الذين يتحدث عنهم، نحن نسأل أيضا بنفس الوقت ما هي مسؤولية السلطة السعودية التي تقول بأنها تقود التحالف العربي، بينما هذه الأطراف المنضوية تحت التحالف العربي تعبث في المشهد في اليمن وتفعل ما فعلت، والسعودية تتفرج إن لم تكن توفر الغطاء. هل هذه المسؤولية أيضا تنطبق على المملكة العربية السعودية بهذا الصدد أم لا؟ يعني هناك إشكالية كبيرة تتعلق بالسياسات التي تنتهجها المملكة العربية السعودية. ماذا تريد في اليمن؟
ماذا تفعل في على الأرض بالفعل؟ هل هي تتخبط وبالتالي أصبحت تلعب دور الأراجوز داخل اليمن؟ هل خيوط اللعبة كلها بيد الإمارات العربية المتحدة التي تعيد رسم الخارطة في اليمن بالطريقة التي تناسب أجندتها ومصالحها الخاصة؟ هناك أسئلة كثيرة في هذا الصدد، وعلى ضيفك أن يجيب عليها بشكل واضح وصريح. طيب أنقل النقطة هذه، يعني ثلاثة أشهر بشكل واضح وصريح هي المملكة العربية السعودية، وهي التي حسب المعلومات قصرت الطرفين على التوقيع على الاتفاق، يعني أجبرتهم على توقيع الاتفاق، ثم بعد ذلك ظلت تتفرج وتنتظر ماذا ستفعل الإمارات على الأرض. سيد عسكر، يعني ثلاثة أشهر منذ توقيع الاتفاق لا يزال لم ينفذ، غير قابل للتنفيذ كما يرى البعض. يرى أن المشكلة في الاتفاق ذاته. سمعت السيد المجيدي وهو يقول أنه يجب أن نسأل لماذا جاء اتفاق الرياض أصلا، ويتحدث عن دور السعودية في يعني التمهيد للوصول إليه. أنت ما تعليقك حول ذلك؟ ممتاز. إذا أعطني فرصة أن أجيب على تساؤلات ضيفك الأخ العزيز. أولا، عندما يقول يحمل المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية أتت، وصحيح أنها تقود الاتحاد العربي في اليمن، ولكن لاستعادة شرعية. هذا هو الهدف الرئيسي والأساسي الذي أتى منها التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن. لكن ليس المسؤولية المملكة العربية السعودية أن تقوم بالتربية. أتمنى أن يفهم الضيف هذه الكلمة. السعودية ليست مسؤوليتها أن تربي، يعني التربية ليست مسؤولية المملكة العربية السعودية. أما عندما يقول أن الانقلاب أتى برعاية سعودية في عدن، فمن ما أرخص الكلام، ما أرخص الكلام عندما يتحدث أحد من مكان بعيد ولا يعلم ماذا حدث. المملكة العربية السعودية عندما يقول أخفقت السعودية في انعقاد أو في اتفاق الرياض، كيف أخفقت المملكة العربية السعودية في هذا الاتفاق وهي الدولة التي رعت أكثر من 37 اتفاقا عربيا إسلاميا وكلها تكللت بالنجاح؟ إذا لماذا الفشل في اليمن؟ لا أسمح له أن يقول فشل الاتفاق، لأن الاتفاق من أفشله أو يحاول إفشاله هم عناصر معروفة. إذا لم يعرفهم ضيفك العزيز، فأنا قد أشرت إليهم في بداية اللقاء بالأسماء. أنت تحدث عن وزيرين، وهناك وزراء لم تسميهم من يقوم بجلب المساعدات، لكن يعني هذا يفهم من كلامك أن المشكلة في الحكومة الشرعية ليست في المجلس الانتقالي ولا في السعودية. أنا أقدر أكمل لك الكلام يا سيدي، وسأتي لكل نقطة على حدة. عندما يقول لماذا ذهبت إلى سرقة الإغاثة، عندما يكون هناك مواد إغاثية تقدم للمساكين، وهم الوزير أو الوزيرة المسؤول عن التوزيع هو السرقة، فكيف نستطيع أن ننقذ اليمن من هذا الوحل الذي سقط فيه؟ يا أخي، إذا كان لدينا شلة أو بمعنى أصح عصابات داخل الحكومة الشرعية هدفها النهب والسرقة، وفي المقابل نجد آخرين يبلبلون من قنوات ومن مواقع إعلامية ومن خارج اليمن من مواقع أوروبية وغربية وغيرها، ويحملون المملكة العربية السعودية المسؤولية. أنا أعيد وأكرر، ما قدمته المملكة العربية السعودية من غير أذى ولا منة هو مساعدات إنسانية ومواقف دولية حكمتها عليها الجيرة والقرابة التي تربط الحدود بالحدود. عدا ذلك ليس للمملكة العربية السعودية أي مصلحة. هذا أريد أن يفهم ضيفك. أما الإخفاق الذي يشير إليه، فأتمنى أن ينظر أن ليس مصلحة المملكة العربية السعودية عندما يقول أنها فقدت على الشرعية. لكن هو يتحدث سيد عسكر، يعني هو يتحدث عما يقول إنها وقائع. يا عزيزي، عندما يقول المملكة فقدت على المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية لأنها لا تريد، يعني بما أنها لا تريد أن تقصد الإمارات، فلماذا تضغط على المجلس الانتقالي؟ لماذا لا يفرض المجلس الانتقالي بما أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات علاقتهما قوية يرفض المجلس الانتقالي، والمملكة لن تدخل معه إذن في هواش المملكة العربية السعودية؟ هذا دليل أن ما يقول ضيفك مع احترامي له وجهة نظره افتراء. المملكة العربية لو كان ضيفك صادقا فيما يقول لما حضر الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي على توقيع الاتفاق، لكان أظهر غضبه بعدم حضوره. يا أخي، نريد أن نخاطب الناس
على على كسر عقولهم. لا نكذب ولا نبتلي ولا نتقول ولا نزج بتفاهات. يعني هذا الكلام سير يعني الضيف الآخر موجود هنا سيتحدث عن ذلك. دعني أنقل النقطة بوضع الاعتبار لما تحدث به السيد عسكر. أسألك سيد المجيدي، يعني بحسب فريق طويل من المعترضين على اتفاق الرياض، وأنت قلت لماذا جاء هذا الاتفاق، يقولون الاتفاق من أساسه كان عملا من شأنه شرعنة سيطرة المجلس الانتقالي على العاصمة المؤقتة، ووجود الشرعية في عدن كان مجرد غطاء لهذه السيطرة. إذن أليس فشل الاتفاق أفضل وبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه قبل الأحداث السابقة؟ سيدي الكريم، ضيفك يقول بأن السعودية جاءت من أجل إعادة الشرعية ومساعدتها على إنهاء الانقلاب، وبعد 4 سنوات من هذا الهدف العريض والطويل الذي تحدث عنه حدث انقلاب آخر في المنطقة التي يفترض أن السعودية والإمارات تضعن اليد عليها. وبالتالي السؤال، إذا كانت السعودية فقط تدخل في مناطق وساحات ولا تتحمل مسؤولية عما يحدث، وبالذات فيما يتعلق بجانب استخدام القوة وأسلحة من خلال تكوينات وتشكيلات هي تتلقى الدعم اصلا من اطراف داخل التحالف العربي، فانا لا ادري عما يتحدث صاحبك او ضيفك وعن اي مسؤوليه بالامكان ان يتحملها هذا البلد الذي يقول بانه ساهم في انجاح ما ادري كم سبع، ربما هو يتحدث عن التاريخ، لكن نحن نتحدث اليوم عن المملكه العربيه السعوديه اليوم التي تخسر الملفات في المنطقه واحدا بعد الاخر. لكن في النهايه في الخلاصه هو يتحدث عن عمليات اللام، يعني يخلط بين فكرة أنه في مساعدات وفي وزراء كما يقول يسطون على هذه المساعدات، وأنا أتمنى عليه وعلى المملكة العربية السعودية أن توجه اتهامات بشكل مباشر وهذه المسألة للحكومة الشرعية وبشكل رسمي، وتقول من هؤلاء الذين يسطون على المساعدات وكم حجم هذه المساعدات وقيمتها وكم الأموال التي تقدمها للسعودية لليمن باسم اليمن، لأن هناك كثير من الأموال التي تنفق باسم اليمن، وهناك شبكة مصالح واسعة سعودية ويمنية تقوم بتقاسم هذه المصالح ربما، والمسألة لم تعد خفية. يعني اللجنة الخاصة ومكتب إعادة الإعمار وما إلى ذلك من هذه المسميات هم يتسلمون الكثير من الأموال بهذا الصدد، ولا أحد يعرف بالضبط أين تذهب الكثير من هذه الأموال، وهناك الكثير من الاتهامات والإشارات تتحدث. طيب يعني مسألة أين تذهب الأموال ليس موضوع الحلقة الآن، يعني سواء لك وللسيد عسكر، لكن فيما يتعلق بالحديث عن الشرعية، هو الرجل يحمل الشرعية المسؤولية، ما رأيك بذلك؟ نعم، أنا يعني مسألة الحديث عن الشرعية في مسألة أنها تتحمل المسؤولية بالفعل، لأنها لم تقل بأن السعودية لم تتحمل مسؤوليتها كما يجب في رعاية الاتفاق وتنفيذه، هذه هي نقطة حقيقية يجب على السلطة الشرعية أن تتحمل هذه المسؤولية بهذا الاتجاه، لأن السلطة الشرعية راهنت على السعودية والسعودية طرف، إما أنه وهذه يعني الاحتمالات التي لا يمكن أن يخرج عنها أي قارئ للموقف السعودي، يعني إما أن هذه المملكة العربية السعودية تتلاعب بكل الأطراف وبالتالي تتوزع أدوار مع الإمارات بحيث أن كل طرف يقوم بدور معين من أجل لخبطة المشهد وإعادة صياغة لعبة وبناء مراكز قوى وإعادة تنفيذ توزيع المساحات، مساحة النفوذ داخل البلد بالطريقة التي تعتقد أنها تخدم مصالحها وهي على المدى البعيد بالتأكيد ستضربها في العمق. وإما أن هذه المملكة العربية السعودية لم تعد تملك من أمرها شيء وبالتالي أصبحت لاعبا ثانويا، سلمت أمرها للإمارات والإمارات أصبحت هي من يدير اللعبة بشكل كامل، هي من يقرر أين تنتقل اللعبة من أي مكان إلى أي جغرافيا. يعني لكن الرجل يقول أن يعني في نهاية المطاف ليست هناك حقائق أو دلائل تشير إلى مسألة أن السعودية فشلت في التنفيذ. والسعودية لعبت أعطينا هذه الحقائق أو المؤشرات. يا سيدي الكريم، يعني عندما نتحدث عن مسألة تنفيذ الاتفاق وتطبيقه، الاتفاق يتحدث عن 90 يوم لتنفيذه، 15 يوم بعد توقيع الاتفاق من أجل سحب القوات العسكرية
سحب الأسلحة، هذه البنود كلها جرى التلاعب بها إلى درجة أن هناك أعمال ممسرحة تمت من خلال الحديث عن إعادته، وهو يتكلم عن إعادة تنظيم قوات أمنية وعسكرية وما إلى ذلك. القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي خلعت البزة التي كانت ترتديها من قبل الإمارات، وبالتالي ارتدت لباس جديد جاء من المملكة العربية السعودية. لا زالت بذات التشكيلات وذات التكوين، بمعنى أن هذه القوات لا زالت هي كما هي عليه، والسعودية أصبحت تتحدث عنها باعتبارها قوات أمنية ستسند إليها عملية إدارة الشأن الأمني في عدن، رغم أن الاتفاق يتحدث عن عملية إعادة بناء للقوات العسكرية والأمنية، بما يؤدي إلى عملية دمج لهذه المكونات وإنهاء كل التقسيمات التي كانت سائدة في ذلك الوقت. ومع ذلك جرى التلاعب بالكثير من هذه التفاصيل، وحتى اللحظة بعد 3 أشهر من المفترض أن يكون الاتفاق قد تم وأن الأمور قد مضت باتجاه إعادة موضعة كل التشكيلات والمكونات داخل السلطة الشرعية وفقا للاتفاق، بحيث أنها تجابه الخطر الكبير المتعلق بميليشيا الحوثي وما إلى ذلك. لكن لأن الأطراف داخل التحالف المؤثرة التي تلعب وتوجه مسار التحالف داخل اليمن أرادت الأمور تمضي باتجاه آخر، وبالتالي شاهدنا ما شاهدناه. أي إذا كان ضيفك يتحدث عن تاريخ للمملكة العربية السعودية في إبرام ورعاية اتفاقيات وما إلى ذلك، ربما هو يتكلم عن التاريخ، لكن في الوقت الحالي السعودية إما أنها أخفقت وإما أنها أرادت وصول الأمور إلى ما وصلت إليه في هذا في 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 الظرف الحالي. وبالتالي ما من قراءة أخرى يستطيع ضيفك أن يقول لنا ما الذي يحدث. مسألة تحميل مسؤولية لوزيرين كما يقول الوزيرين هذين، ربما مشكلة هذين الوزيرين بالنسبة لضيفك وللأطراف داخل التحالف أنهما واجها الانقلاب الذي حدث في 10 أغسطس من قبل الإمارات، قاتلا في ذلك العمل وهما يدافعان عن الشرعية التي جاءت السعودية أصلا لمساندة الشرعية في مواجهة انقلاب الحوثي، وبالتالي واكتشفنا بعد 4 أشهر أن السعودية والتحالف أيضا حدث في عهدهما انقلاب آخر في عدن، و ربما تحدث انقلابات اخرى في مناطق طيب اخرى. يعني في هذا السياق دعني اسال السيد عسكر، اليوم هناك تمرد في سقطرى مدعوم من قبل الامارات، القوات السعوديه تلعب دور الوسيط من اجل اعاده الامور الى طيب بخصوص هذه النقطه. سيد المجيدي، سيد عسكر اسالك يعني عندما تحرك الجيش نعم سيد المجيدي اسالك سيد عسكر عندما تحرك الجيش باتجاه عدن قصفته طائرات التحالف، لكن الان العناصر المواليه لابو ظبي تستمر كما يقول كثير وكما يعني تشير الأخبار في الأرض، تستمر في إثارة الفوضى في سقطرى في شبوة أيضا وغيرها. لماذا لا نسمع أي تحرك من قبل المملكة العربية السعودية راعية الاتفاق، راعية اتفاق الرياض، لإيقاف ما يجري في إطار مساعي تنفيذه؟ شوف يا عزيزي، ما يحدث الآن في سقطرى أو شبوة أو غيرها أو حتى في جهات من الضالع، هذه الأمور يا سيدي يجب أن لا نربطها بالمجلس الانتقالي ولا بالحكومة الشرعية ولا بالحوثيين. هو مجرد تمرد من الطبيعي أن يحدث للذين هم يتبعون الأهواء الخارجية ويريدون أن يزوروا البلبلة ويتقاضوا مرتبات أو أموال من الخارج من أجل تشويه سواء سمعة الشرعية أو المجلس الانتقالي أو خلق جو ثالث المصالحة مع الطرفين الآخرين التي هي الشرعية والمجلس الانتقالي. العملية معقدة وهناك تدخلات أجنبية. كنت أتمنى من ضيفك العزيز أن يشير مرة واحدة فقط وأن يحمل إيران جانب من المسؤولية وحزب الله، ولكن للأسف دائما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هي الشماعة التي نرمي عليها بأخطائنا ونحملها المسؤولية والذنب. طيب يعني هو في سياق هو موضوع الحلقة الآن اتفاق الرياض، راعية اتفاق الرياض هي المملكة العربية السعودية سيد عسكر. طيب أنا لم أفهم منك الآن سيد عسكر، لم أفهم منك الآن ما الذي تقصده بالبلبلة، يعني ما هي الأشياء التي تحصل في الضالع وسقطرى وشبوة؟ أنت تنفي ما يحدث أم أنك تقول أن ما يحدث هو مدفوع من الخارج؟ لم أفهم النقطة هذه من قبلك. أنا لم أنفي هذا هذا يحدث، وحتى عدن ستشهد خلال الفترة القريبة أحداث دامية، وأنا أقولها لك عبر قناة ملكيز. سقطرى وشبوة هناك الأجزار، يا أخي اليمن كان مستنقع إلى قريب القاعدة وداعش، هذه العصابات لم تفترق، هي لا زالت موجودة وتدين الولاء، البعض منها بالحوثي والبعض منها بأيدي دول خارجية وعربية وخليجية تحديدا.
تلعب بها كيفما تشاء وتحركها أينما تشاء وتدفع المرتبات والأموال. هذا الأمر ليس خافي يا سيدي. هذه الفرق أو هذه العصابات هدفها إحداث البلبلة، تريد أن تقول أنا موجودة، تريد أن تحدث لها صوت، تريد الشوشرة على ما يحدث من تقدم للشرعية في الجبهات. كل هذه الأمور شيء طبيعي، وأنا أقول وأكرر عبد يعني المجلس الانتقالي بريء منها، من هذه التحركات كلها. يا أخي يجب أن لا نربط المجلس الانتقالي بما يحدث في اليمن. الآن مارب، الآن مارب محافظة مارب على كف عفريت، هل يحمل المجلس الانتقالي ذلك؟ هناك مشاكل في مارب إذا كان لا أحد يعلم بهذا الكلام. يجب أن لا نحمل الشرعية أيضا ولا المجلس الانتقالي ما لا علاقة لهم فيها ولا جبل. هناك تدخلات في اليمن أجنبية للأسف لا تزال تعمل حتى الآن، وتستغل مواقع معينة لإحداث البلبلة فيها. ضيفك لم يشير لهذا الأمر، ضيفك اتجه المملكة العربية السعودية. يا سيد عسكر، هو موضوعنا اتفاق الرياض. اتفاق الرياض يعنى في المناطق المحافظات الجنوبية بشكل أساسي، عدن، الضالع، شبوة، سقطرة، غيرها، أبين أيضا. هذه المناطق اتفاق الرياض جملة وتفصيلا، يعني في نهاية المطاف مأرب ليس لها علاقة باتفاق الرياض. فيما يتعلق بالأحداث التي تجري الآن بسقطرة وشبوة وغيرها، أنت تقول أن ليس للمجلس الانتقالي أي دور بها؟ لا، وأنت عندما تقول مأرب ليس لها علاقة باتفاق الرياض، أنا أقول سقطرة أيضا وشبوة ليس لها علاقة. يا سيدي، إذا كان من الترتيبات الأمنية التي كان يفترض على الحكومة الشرعية أن تقوم بها أن يتم توزيع قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن وتأمين المحافظة مع إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات، هذا الأمر لم يحدث فيه شيء يا سيدي. أنا أعتبر أن الحكومة الشرعية تخاذلت ولم تلتزم بتشكيل حكومة كفاءات التي تم اتفاق عليها على أن لا تتعدى 24 وزير، لا زال الوزراء هم أنفسهم. أيضا لم يعين الرئيس اليمني محافظ ومدير لأمن محافظة عدن خلال تلك الفترة. يا أخي، الخلل هنا واضح أنه لدى الحكومة الشرعية، ويجب أن نتكلم بذلك. لذا لا نحمل المجلس الانتقالي مسؤولية إخفاق الشرعية في الالتزام ببنود واتفاق الرياض. هناك ترتيبات عسكرية، هناك ترتيبات سياسية واقتصادية، هناك ترتيبات أمنية. أنا أسأل اللواء علي محسن نائب الرئيس، ماذا قدمت وماذا حدث وماذا نفذ من الترتيبات التي تم عليها اتفاق الرياض؟ تولي قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن، ماذا حصل فيه؟ توحيد القوات العسكرية، ماذا تم فيه؟ إعادة تنظيم القوات العسكرية لبقية المحافظات الجنوبية، لم يتم فيه شيء. وإذا ما يحدث في سقطرة، وهذه كلها إشكالية الحكومة أنت تقول. نعم، وأنا حمل المجلس الانتقالي لا يعرقل، ليست لدي أي مشكلة برأيك، أو أن المملكة العربية السعودية غير قادرة باعتبارها راعية الاتفاق على الضبط وتنفيذه حتى بالقوة. لا يا عزيزي، هل مسؤولية المملكة العربية السعودية تشكيل حكومة لا تتعدى 24 وزير أم مسؤولية هذه؟ هل مسؤولية المملكة العربية السعودية أن تعين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوم والآن تجاوزنا 90 يوم أم مسؤولية المملكة العربية السعودية أم الشرعية؟ يا أخي، لا نريد أن نحمل المملكة العربية السعودية أمر ليس من شؤونه. يعني نفهم أن الاتفاق فشل، يعني الآن هل يمكن القول أن الاتفاق فشل؟ لا. كيف؟ يعني هو إما أنه فشل باعتبار أنه إلى الآن بعد 3 أشهر كل البنود، يعني أقصى مدة لهذه البنود وحتى مع مصفوفة تنفيذ الاتفاق استنفذت المدى الزمني لها أو للاتفاق، فهو إما أن فشل أو أن هناك يعني شيء ما. وإلى الآن لم تعلن المملكة العربية السعودية بشكل واضح عن، يعني باستثناء الكلام الذي يعني تتفضل به الآن، لم تعلن عن تحميل المسؤولية لأي طرف من الأطراف. طيب، أنا لا أريد أن أقول فشل، لا، ولكن الأصح أن نقول أنه يسير ولكن ببطء كبير جدا ومؤخر للمواعيد التي تم الاتفاق عليها وحددت بفترة زمنية معينة. أنا أستطيع أن أقول فشل أو مات عندما لا يكون هناك تحرك. هناك تحرك لكن تحرك بطيء. يا أخي، الناس يحملون علي محسن نائب الرئيس، ماذا قدمت يا رجل؟ يا أخي، رئيس مجلس الوزراء ماذا قدم؟
اختيار الوزراء واختيار المحافظين ومدراء الأمن يتم بالتنسيق ما بين الرئيس وما بين رئيس مجلس الوزراء. للأسف إلى الآن لم يتم شيء. جانب من الحكومة موجود في الرياض، وجانب آخر في عدن، وجانب آخر في مارب، والبعض من البقية من الوزراء ما بين الأردن ومصر ودول غربية. فيا أخي لم ينفذ شيء. طيب هل قدمت يعني الضمانات سيد عسكر، هل قدمت الضمانات الأمنية أو الضمانات الأمنية الكافية لهؤلاء الوزراء باعتبار أن المتحكم على الأرض بشكل واضح ليست القوات الشرعية؟ يعني هل قدمت الضمانات من قبل السعودية لهؤلاء الوزراء لكي يعودوا، للرئيس حتى ربما لكي يعود؟ يا أخي المملكة العربية السعودية بمعنى أوسع وأعظم من هذا، نقول التحالف العربي يقدم في اليمن حماية لليمنيين كافة بما فيهم الوزراء والمسؤولين والمدراء والشعب. المملكة العربية السعودية والتحالف العربي شبه يوميا يوقفون اعتداءات حوثية على مدن وعلى مدنيين وصواريخ، يسقطون صواريخ جوية. للأسف لا أحد يشير إلى هذا الكلام، بس هذا ما يحدث. الوزراء عندما يعودون إلى اليمن فهم في حماية التحالف العربي وفي حماية الحكومة الشرعية، وليس عذرا لهم أن يقولوا أن الأمن أن الوضع غير آمن. هناك مناطق محررة في اليمن، مارب، حضرموت، عدن، غيرها، ولكن للأسف هناك تراخي من الحكومة الشرعية. أنا أقولها بالفم المليان، ولا تريد أن تقوم بواجبها. وكان يفترض أن يتم العمل على الفور في اتخاذ تشكيل حكومة كفاءات سياسية، وأن يتم تعيين الرئيس لمحافظين في المحافظات التي كانت بحاجة إلى ذلك، وأن يعين الرئيس أيضا أو أن يقوم بتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن. أنا أعتقد أنه غير مفعل إلى الآن. أيضا الترتيبات العسكرية، كان يجب على الرئيس عودة جميع القوات التي تحركت من واقعها ومعسكراتها الأساسية، أيضا توحيد القوات العسكرية على تنظيم القوات الآن. ما يحدث في شبوة وفي سقطرة هو لعدم وجود إعادة تنظيم القوات العسكرية. طيب لماذا تهمل سيد عسكر مسألة سحب الأسلحة من الميليشيات خارج نطاق المؤسسات الرسمية؟ سأعود إلى هذه النقطة، لكن قبل ذلك أسأل سيد المجيدي. سيد المجيدي، سمعت ما قاله السيد عسكر، هناك تحرك لكنه تحرك بطيء في نهاية المطاف في سياق تنفيذ الاتفاق. سيدي الكريم، يبدو وكأن السيد سليمان، هناك ثلاثة سليمان. سليمان ضد تشويه سمعة الشرعية، وسليمان يتهم الشرعية ويشوه سمعتها، وسليمان آخر لا يحمل، يعني يدافع عن الانتقالي ويحمل المسؤولية فقط السلطة الشرعية، وأيضا في نفس الوقت أيضا هو لا يحمل مسؤولية أحد، وأن الاتفاق سيمضي وأشياء من هذا القبيل. يعني هناك اتفاق مزمن واضح، خطواته مرتبة بالتدريج، بمعنى أن هناك اتفاق له علاقة بمسألة، أولا عودة رئيس الحكومة بعد 7 أيام من الاسبوع، رئيس الحكومة عاد بعد الفترة المحددة بوقت آخر. بنفس الوقت هنا 15 يوم كانت مطروحة من أجل سحب وجمع الأسلحة وإعادة تنظيم القوات، هذا الأمر لم يتم. كان هناك مفترض أن يكون هناك لواء حماية رئاسية يعود إلى عدن من أجل تأمين عودة الرئيس، وهذا اللواء أعيد من أطراف محافظة أبيان برعاية أيضا المملكة العربية السعودية، يعني حتى أيضا لا يقول ضيفك بأننا يعني هذه أشياء حدثت وسعودية هي راعية الاتفاق، بمعنى أنها مسؤولة عن كل هذه الإجراءات. نحن نتحدث عن اتفاق الرياض يا سيدي، ولا نتحدث عن مسألة الحرب برمتها التي تجري في اليمن. وإذا عدنا إلى الجذور، فالمملكة العربية السعودية كانت ضارعة بشكل كبير مع الإمارات بدعم ميليشيا الحوثي في اقتحام صنعاء والسيطرة على صنعاء. وإذا أردت أن نعود مجددا إلى تصريحات لأنور عشقي في هذا الجانب، وأنا أرددها في كل حوار، وهو يتحدث بشكل صريح بأن السعودية تواصلت مع عبد الملك الحوثي أثناء قبل الانقلاب، واتفقوا على مسألة أن يقوم بإجراءات محددة وأن يعلن ابتعاده عن إيران، وبالتالي وتوقيع اتفاق كما قال، وتوقيع التزام، ووقع الالتزام وسلمه للمملكة. ثم بعد ذلك
حصل ما حصل، ويبدو أن الحوثي وإيران خرجوا عن أو تجاوزوا الخطوط الحمراء في صنعاء وسيطروا على الوضع، ثم استيقظت الرياض على يعني مشكلة كبيرة تتعلق بوجود إيران على خاصرة الجنوبية. هذا أمر يتعلق بسياسات السعودية المتقدمة. لكن خلينا في اتفاق الرياض، يعني سيد المجيدي يعني خلينا في اتفاق الرياض الآن، لا تدعنا نعود إلى الماضي الآن. سيد المجيدي، في نهاية المطاف حتى اتفاق ستوكهولم يا رجل مدد وهناك تمديد له وهناك صعوبات فيه، يعني المسألة في اليمن يبدو أنها معقدة، ليس الوضع بتلك السهولة حتى أن يعني المواعيد تكون دقيقة جدا فيما يتعلق بالتنفيذ. الرجل يقول تحرك بطيء تحرك بطيء، يعني يا سيدي الكريم اتفاق ستوكهولم هو جرى اصلا مع طرف اخر خارج عن الشرعيه وعن التحالف وعن وهو اصلا يعمل تحت لافته ايران بكل قوتها ونفوذها وايضا اذرعها التخريبيه في المنطقه، وبالتالي نحن نتحدث عن طرف اخر حتى مسنود دوليا الى حد ما. لكن نحن نتحدث الان عن اشكاليه حدثت في ظل معسكر التحالف الذي تقوده المملكه العربيه السعوديه. يعني المملكة العربية السعودية لماذا سمحت أصلا بحدوث انقلاب على الشرعية التي جاءت لحمايتها في اليمن أصلا؟ لماذا حدث الانقلاب في عدن؟ ثم بعد ذلك رعت اتفاق، هذا الاتفاق لم يتم تنفيذ بنوده، هذا الاتفاق مزمن كان من ضمن الخطوات التي يجب أن يتم البناء عليها خطوة خطوة. يعني بمعنى أنه ضيفك يسأل يقول بأنه لماذا الرئيس حتى الآن لم يصدر قرار بتشكيل حكومة؟ كيف يتم تشكيل حكومة في الوقت الذي لم يتم اصلا تنفيذ الخطوات الاولى التي يبنى عليها من اجل تشكيل الحكومه؟ يعني هو يريد تنفيذ فقط الخطوات التي تتعلق بمساله الجوانب السياسيه المرضيه للتحالف والسعوديه والامارات، وبالتالي على هذه الحكومه الشرعيه التي خضعت وأذعنت للسعودية وتصرفت بها كما تشاء، وبالتالي وصلت إلى مرحلة عليها أن تنفذ ما تريده السعودية والإمارات، يعني سواء كان بالحق أو بالباطل. يعني الحكومة الشرعية من هذا الجانب تتحمل المسؤولية الكبيرة لأنها رهنت نفسها للسعودية أصلا وللتحالف، وبالتالي يعني أوصلت نفسها وأوصلت اليمنيين إلى هذا المأزق الذي نعيشه الآن، وبالتالي يعني المشكلة هي متعلقة بأداء من يرعى هذا الاتفاق، وليس أيضا وجزء منه تحمل مسؤولية السلطة الشرعية لأنها كما قلت لك أذعنت. طيب فيما يتعلق بالسعودية سيد المجيد أسأل سيد عسكر، مضل لا تجعلها فيما يتعلق بالسعودية أسأل سيد عسكر، يعني السعودية رعت الاتفاق سيد عسكر، أرسلت قوة عسكرية ضخمة إلى عدن، إلا أن الاتفاق لا يزال متعثر، هل السعودية قادرة فعلا على فرضه؟ عزيزي بس اسمح لي قبل ما أجيب على هذا السؤال أن أعلق على ضيفك على المملكة العربية السعودية وتواصلها مع عبد الملك الحوثي، لأن المشكلة لدينا الجمهور يصدق أقوال مثل هؤلاء الأشخاص الذين لا يفقهون شيئا في السياسة. يعني بعجالة حتى لا نخرج عن الموضوع. طيب. سيد المملكة عسكر، المملكة العربية السعودية مصنفة عبد الملك الحوثي ومن قبل حسين الحوثي إرهابيين. يا أخي صح علشان يصدقك المشاهد، لا نريد خزع بلاد. الشيء الثاني أنور عشقي، عندما تقول أنور عشقي ليس قرآنا منزلا، ومن هو علشان يتكلم هذا الكلام؟ يا أخي أنا وإنت وأنور نتكلم خارج إطار الدولة العظمى فوق المملكة العربية السعودية، لا ترسل نفسها بالتواصل مع هؤلاء الحثالة والأقذار وعملاء إيران. وعندما تقول المملكة العربية السعودية أنت لماذا لا تخرج، عندما تقول المملكة دخلت اليمن، لماذا أنت سمحت لإيران تدخل بلدك من 20 سنة وهي في صعدة؟ يا أخي تكلم بالمنطق سيد عسكر. لكن الآن الحديث على الاتفاق الذي رعته السعودية، الحديث عن إيران، يبدو أننا فقدنا التواصل مع السيد عسكر، سنحاول إعادة التواصل معه، إلى حين ذلك أعود إليك سيد المجيد. يعني الرجل يقول بشكل واضح، لماذا تتحدث عن إيران أو عن السعودية فيما تغض الطرف سيد، يعني يتم غض الطرف عن إيران وما يحدث وما تحدثه في اليمن؟ من قال لك أن اليمنيين يغضون الطرف؟ اليمنيين يسكبون الدم لمواجهة إيران منذ 5 سنوات، قبلها سكبوا دم في 4 أو 6 حروب،
وهم يواجهون إيران ويواجهون النفوذ الإيراني، لكن مع هذا النفوذ الإيراني وجد له من يحضنه لاحقا بعد الربيع العربي، وبالتالي كان هناك من هو مهجوس فقط بإعادة العجلة إلى الوراء وضرب الربيع العربي والثورات التي قامت في المنطقة العربية وتحديدا في اليمن. دعنا نتحدث عن اليمن بهذا الصدد، وبالتالي من هذه القوى التي سعت لتقويض وضرب الثورة في اليمن هي من احتضن إيران واحتضن ذراع إيران ومده بالأسلحة والمال. التقارير الغربية تتحدث بشكل واضح من دفع 2 مليار دولار لعبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح لكي يقوم بالانقلاب في اليمن، من الذي دفع ب 400 سيارة دفع رباعي عسكرية باتجاه صعدة من أجل مساعدة الحوثيين لاجتياح اليمن؟ لماذا نكذب على بعض؟ أنور عشقي ليس شخصا يتحدث من تلقاء نفسه، هذا لواء مخابرات سعودي، يعني الكلام لم أقله أنا، أنا نقلت لك عن ما قاله أنور عشقي، وأنور عشقي يعني شخص لا يتحدث عنه من تلقاء نفسه، ولا هو أيضا صاحب يعني وجهات نظر، ووجهات النظر في السعودية أصلا غير مقبولة. لكن في النهاية نحن نقول بأن اليمنيين يدفعون ثمن الخذلان العربي، يدفعون ثمن المؤامرات التي نسجت على ثورتهم، يدفعون ثمن المخططات التدميرية التي تسعى لها بعض القوى الإقليمية العربية تحديدا في المنطقة، وبالتالي هم الآن يدفعون ثمن، دفعوا ثمن تمزيق بلدهم. يجب الإشارة سيد، يجب الإشارة سيد المجيد إلى أن نحن نحاول التواصل مع سيد سلمان عسكر إلى أنه لا يجيب على هاتفه بعد انقطاع التواصل. أسألك لكن سيد المجيدي، هي الدول التي تمتلك الأموال والأسلحة والثروات الضخمة. سيد المجيدي، قبل أسابيع كان قائد القوى السعودية في عدن يتحدث عن استخدام القوة العسكرية لفرض تنفيذ الاتفاق، هذا يعني فيما يعني أن السعودية لن تقف عاجزة، لأن عدم تنفيذ الاتفاق في نهاية المطاف يهدد شرعية تدخلها في اليمن، ما رأيك؟ سيدي الكريم، السعودية لم تعد تكترث لحاجة اسمها شرعية أصلا، لاعتبارات متعلقة بأن اتفاق الرياض أصلا هو منح السعودية تفويضا، والتحالف معها بمعنى أيضا الإمارات منحها تفويضا بالإشراف على المشهد اليمني، وهي كانت بصدد السعي من أجل إعادة ترتيب يعني جهاز الشرعية بحيث أنها تذهب باتجاه تسوية مع الحوثي، وهذه الأمور ليست يعني كانت واضحة وظاهرة. السعودية فتحت قنوات تحدث عنها مسؤولون سعوديون بالاتصال مع عبد الملك الحوثي الذي يتحدث عنه ضيفك باعتباره مصنف لدى السعودية إرهابي، وعادل القبير رحب بالدعوات الحوثية من أجل التهدئة والكف عن إطلاق الصواريخ، وتم الحديث عن وجود حتى حديث أمريكي عن وجود قنوات اتصال وعن مباحثة سعودية حوثية باتجاه يعني الإبرام تسوية ربما شاملة في اليمن. يعني المسألة لم تعد يعني خافية على أحد. السعودية لو كانت أرادت أصلا أو تمتلك قرارها أيضا، وهذا من ضمن الاحتمالات، ما كانت سمحت أصلا بحدوث انقلاب 10 أغسطس في عدن. يعني كان أمامها الكثير من الوقت لتوقف تلك الأحداث في نقطة معينة ثم تذهب بعد ذلك باتجاه يعني الضغط على الشرعية مثلا من أجل استيعاب المجلس الانتقالي، أي صيغة أخرى يعني تحول دون دفع الأوضاع باتجاه الاقتتال الداخلي في عدن، وإعادة ترتيب وضع القوات بطريقة كما شاهدنا، كما لو كان هناك يعني ترسيم لمناطق نفوذ بين السعودية والإمارات. يعني السعودية ربما اتخذت قرار بمسألة أنه يجب مواجهة أي قوة بالإمكان تتقدم باتجاه شبوة، وكان هناك دعم سعودي وعسكري واضح لقوات الشرعية في هذا الجانب. يعني هذه المسألة ما ليست مسألة تخمينات، هذه معلومات. وبالتالي السعودية عندما ربما عندما تريد أن توقف الأمور في مستوى معين ربما تتدخل بثقل معين لإيقاف الأمور في مستوى ما، لكن عندما تريد الأمور أن تمضي باتجاهات يعني تتوافق مع مصالح أجندة أهداف تركت الأمور على ما هي عليه. شكرا لك الصحفي. الاحتمال الآخر أيضا أن السعودية لم تعد قادرة على لعب دور كبير داخل اليمن، وبالتالي سلمت زمامها للإمارات، والإمارات أصبحت هي من تصرف بالقرار السعودي. شكرا لك إذن الصحفي عبد العزيز المجيدي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية. شكرا أيضا، يعني يجب في نهاية الحلقة التنويه لأن السيد سلمان عسكر كان معنا في
أثناء الحلقة الصحفي من أبها، إلا أن الاتصال انقطع أثناء الحلقة وحاولنا التواصل معه مرة أخرى لكن كان الهاتف يرد أو يرن لكنه لا يجيب. في ختام هذه الحلقة نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة والإنصات. في ختامها تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري.